ضيفنا الأستاذ سعد بن حسن، رئيس المدربين لفريق رماية الإيرسوفت الرماية الحركية. الفريق الكويتي لرياضة الإيرسوفت التكتيكية طور هذه الهواية إلى مرحلة أكثر في التقدم، وليس هذا فقط بل بالعزيمة والإصرار تم تحقيق في بطولة الخليج التي أقيمت في الأيام القليلة الماضية المراكز الثلاث على المستوى الخليجي. رياضة مثل تقريبا البينتبول، بس فيها دقة من الأسلحة مالتها، فيها دقة أكثر من البينتبول. نعم. هي رمايتها بالخرز، طلقات الخرز 6 ملي، والأسلحة نوعين، في سلاح يشتغل بالغاز، في سلاح يشتغل بالبطارية الكهرباء. فالنوعين هذيل يستخدمون حق البطولات، ويستخدمون حق مثل رياضة يعني تقدر تستانس فيها وتقدر تستخدمها احترافية، نفس الأسلحة هذه. نعم. وهي شبيهة للأسلحة الحقيقية. يا هلا استاذ محمد، منورنا. اكيد في البدايه نبيك تعرفنا عن رياضه الايرسوفت العالميه. هي لعبه وهي رياضه. حلو. بشكل ليش سموها ايرسوفت؟ هواء خفيف. السلاح الحقيقي شوي صوت ورده فعل يخوف بعض الناس انه يستخدمه، ومن ناحيه السيفتي ايضا خطر. ولكن سلاح الايرسوفت نفس الشكل، نفس نظام البينت بول. توني بقول لك نفس. أيوة. بس البينت بول اتوقع تعور اكثر. أيوة. كلعبه، ويمكن اثارها سلبيه اكثر من اللعبه هذه. والله احنا نحترم الهوايه. اي احنا تزرق اكثر صح، بس الايرسوفت لان وزن الطلقه خفيف 0.2 جرام يعني ولا شيء. الناس قامت تستبدل الان البينت بول بهوايه الايرسوفت. يعني شلون طريقه اللعب في هذه الرياضه مثلا، او شلون طريقه المسابقه فيها؟ افرغها فريق ضد فريق، بغض النظر على العدد، إن شاء الله 1 ضد 1 أو 10 ضد 10، يكون في كذا سيناريو لها. البداية كابتن عن البطولة الأخيرة التي أقيمت في الكويت، وما شاء الله حققت فيها جوائز وكؤوس كبيرة. هذه بطولة الخليج أول مرة تصير بالكويت وبالخليج كلها. نعم. يعني حتى الشرق الأوسط ما صارت. يبنى الرياضة حق صعدنا الرياضة لمستوى احترافي فيها، اللي هي البطولة بالإبسك، هي الرماية الحركية. فشاركوا من السعودية والإمارات والبحرين، والحمد لله أبطالنا اكتسحنا الفوز. يعني عندنا بالرجال 3 من الفريق الكويتي للأسف، بالصغار كويتيين، بالبنات هم كويتية وبحرين، بس الكويتية الأولى والبحرين الثاني الثالث. حلو. إيه الحمد لله. هذه قبل كم يوم كانت البطولة؟ هذه قبل كم يوم. حلو. طيب متى تم اعتماد اللعبة من قبل الاتحاد الدولي؟ هذه الله يسلمك هالسنة صارت عن طريق الإبسك الكويت، الكابتن خالد جريد والكباتن اللي هم معتمدين بالعالم، معتمدين بالكويت. فالحمد لله اعتمدوا لنا أنه فريق دولي ومعترف فيه، وهالبطولة هذه اللي شاركنا فيها الحين تسجلت كبطولة معتمدة معترف فيها. جميل. لأول بطولة بفوزنا طبعا. احترافية أكثر، دخلنا فيها العنصر النسائي. يعني تدري الكويت شوي عادات تغيرت، تخوفون يدخلون، بس يوم شافوا البيئة بيئة أسرية وعوائلهم موجودة. نعم. دشوا فصعدناهم الليبل نصير تيم مشترك. خلتها لعبة كبيرة، خلتها هواية، حتى الاتحاد العالمي للرماية التطبيقية دخلها من ضمن البطولات. ممتاز. أما بالنسبة حق خلينا نقول فريق ATK، خلينا نتكلم أو نبذة بسيطة عن هذا الفريق. نعم، إحنا بالنسبة كهواية بشكل عام، الإيرسوفت موجودة بالكويت يعني من زمان، من قبل 8 سنين 9 سنين. فريق ATK متى تأسس؟ الفريق صار له تقريبا 4 سنوات. أول سنة تأسس في مجمع ميادي الرماية، ونوجه هني الشكر حق عقيد أحمد السليم وعمر الأنصاري، يعني هم ساعدونا في هذا الشيء. فسنة كنا في مجمع ميادي الرماية، وبعدين 3 سنين دعمونا جزاهم الله خير وزارة الدفاع، مخيم وزارة الدفاع اللي هو الحين نادي، صار اسمه نادي العاملين في الهيئة الإدارية لوزارة الدفاع، جزاه الله خير أخونا ناصر المزين. وأيضا هالسنة عطونا دعم نادي الشرطة، ضباط الشرطة. حلو. عقيد سليمان شنيبر جزاه الله خير. فهذيلا يعني لهم فضل في استمرار الفريق، دعم الفريق هذا. الايرسوفت تيم كويت، او الفريق الكويتي للايرسوفت، هي اختصار الاي تي كي. بس من جانب
الرماية العادية فهي مدرسة للرماية. أول شيء أبلش في الإيرسوفت رماية ثابتة، يعني أرمي أهداف وأنا ثابت وأنا واقف باستخدام مسدس أو بندقية. من ناحية الرماية التطبيقية أو الرماية العملية أو أيضا بعض يسميها رماية تكتيكية اللي أنتقل من مكان لمكان وأرمي أهداف، هذه أصعب من الرماية الثابتة ولها اتحاد عالمي. أيضا الإيرسوفت لها يعني مجال وشق في هذا الجانب. أنت تكلمتي عن البطولات، أنا بقول لك البطولات وإنجازات. إحنا كنا فريق مو بس أحرزنا بطولات، عندنا إنجازات، إنجازات اجتماعية، عندنا أمور تطوعية نسويها. البطولات حصلنا على المركز الأول 5 مرات على التوالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. أيضا فزنا على إخواننا المنتخب الإماراتي في الفريق ضد فريق في أرضهم بعد. وبالنسبة حق البطولات العادية اللي هي في الرماية أخذنا المركز الأول في القناصة، الدكتور طارق الكردي ومعنا بالفريق، وخذينا المركز الأول والأول مكرر في السلاح الهوائي الصغار، هذه الفئة الصغار، علي السبتي وحسين النصر الله، خذينا الثاني في 9 ملي ما شاء الله فهد بوزبر. فهذولا كلهم تأسسوا على الإيرسوفت وحققوا هذه البطولات، وشاركنا أيضا في إيفنتات عالمية في ألمانيا في بلجيكا وأيضا في دول آسيا كإيفنت بطولات عالمي. داخلية وخارجية يعني نعم كثيرة. نعم بطولات داخلية وخارجية اللي قلت لك عنها المراكز الأولى هذه داخل الكويت وخارج الكويت، قلت لك 5 مرات على التوالي في بطولة شاركوا فيها عدة جنسيات خذينا فيها الثالث. حلو، مجرد يعني مشاركتكم وصولكم لي خلينا نقول خارج الكويت هذا بحد ذاته يمكن نجاح. احنا استقبلنا يعني ذوي الاحتياجات الخاصه عندنا ما من غير اي تكلفه اذا بيرمي، وهذا لان السلاح ما هو خطر ولان احنا واقفين يعني نشوفه. ايضا عندنا فائده من الناحيه الاعلاميه، يعني عندك المسلسلات والبرامج التلفزيونيه اللي تحتاج مثلا استخدام سلاح وما يكون خطر ويشابه السلاح الحقيقي. فالفريق الكويتي الإيرسوفت دعم عدة برامج منها دوكيومنتر، منها مثلا أشهر المظلمة اللي هو عن الغزو، فوفرنا لهم السلاح، علمناهم شلون يستخدمون أحسن ما يستخدمون السلاح الحقيقي أو السلاح البلانك فاير. بالنسبة حق الجانب اللي له يعني صدى في الرياضة نفسها، انت لما ترمي هدف ثابت، هدف ثابت ما راح يرمي عليك، ما راح يرد يرمي عليك صحيح. فانت في الرمايه الثابته توصل حق مرحله معينه في الرمايه انك تجمع تجميع زين، بس لما يكون خصمك شخص يفكر نفس ما انت تفكر او انت تفكرين وحريص على رمايتك مثل ما انت حريص على رمايته، هني المهاره تختلف، هني يصير في استراتيجي، في هدف، هدف في تيم وورك، فريق شلون احنا نسوي خطه على اساس نغلب الفريق الثاني. فهذه ما تلقاها بأي هواية ثانية، يعني الكارج الشجاعة من الموضوع هذا، الإقدام ما تبني التفكير، يعني صار السالفة أن كلهم يعرفون يرمون بس الموضوع الحين موضوع شطرنج، شون نوزع الأدوار وشون نهجم عليهم بشكل الصحيح. هذا من ناحية جانب الإيرسوفت كرياضة اشتباكية نفس البينتبول. أما من جانب الرماية التكتيكية والرماية التطبيقية فلها اتحاد كويتي، والكويت معترف فيها عالميا، في عندنا احنا ريجن دايركتور، عندنا ممثل اقليمي لهذه الرياضه العالميه، والريجن كله في الميدل ايست فقط الكويت والامارات ولبنان اللي هم معترف فيهم. فهذا شيء حلو لان احنا حصلنا على اعتراف عالمي في هذه الرياضه. حلو زين دكتور، لو بنتكلم عن الفئات والاعمار اللي تشارك في رياضه الايرسوفت، وهل يعني الرجال والنساء، ريت تقول لنا عن هذه المعلومات. طبعا الفريق الكويتي للايرسوفت فيه رجال وفيه نساء وفيه صغار في السن، كون ان الرياضه يعني هي نوع من انواع الرمايه الاقل خطوره والاكثر امان. فعندنا من 8 سنوات الفئه العمريه يدخلون معنا الفريق، من 8 سنوات الى 13 سنه يكونون فريق واحد سواء اولاد ولا بنات بنفس الوقت تدريبهم. فوق 13 سنة يصير لهم وقت خاص، البنات لهم وقت خاص والرجال لهم وقت خاص.